أتي هذه الأفكار الأحدى عشر فكرة، والتي قلنا أنها أفكار لا عقلانية وغير منطقية. طبعا هو رأى أن هذه الأفكار من خلال بيئته، هو كان يعني يعيش في أمريكا ووطنه هو أمريكا، وعممها على العالم الغربي بشكل عام، ثم عممت بعد أن اختبرت كثيرا، عممت على يعني تعرفون النظريات لا تطرح لبيئة دون بيئة ولا لجماعة دون جماعة، ولكنها تفسر سلوك البشر حيث ما كان. الفكرة الأولى التي يعتقد أنها فكرة لا عقلانية هي أن يكون الإنسان محبوبا من الجميع، ضرورة أن يكون الإنسان محبوبا من الجميع ومؤيدا من الجميع فيما يقول فيما يفعل، يعني بدلا أن تكون الأشياء نسبية، هنا هو يدعو إلى الإطلاقية في هذه القضية. من الضروري أن يكون الإنسان محبوبا من الجميع ومؤيدا من الجميع فيما يفعل ويقول، وهنا هو يبتعد عن النسبية كما قلت، فهو لا يريد الحصول والتأييد لأهداف محددة كالترقية في العمل، النجاح في العمل، الإنجاز في العمل، لا، أو تقديم الحب، لا، هو يريد محبة الناس، تفاعلهم معه، تأييدهم له في كل ما يقول ويفعل. وهذه هي يعني واضحة أنها فكرة لا عقلانية، لأن فكرة إطلاقية هي لا تستحصل ربما سوى الأنبياء أو العلماء، وحتى هؤلاء أيضا هم بعض البشر ربما يختلف معهم وهكذا. إذن هذه هي الفكرة الأولى، هي ضرورة أن يكون الإنسان محبوبا من الجميع. الفكرة الثانية، إن سلوكيات الناس الخاطئة، إن بعض سلوكيات الناس خاطئة أو شريرة أو مجرمة، وبالتالي بعض الناس لديهم هذه السلوكيات التي قلت عنها أنها خاطئة أو شريرة أو مجرمة. يرى الإنسان الذي يحمل الفكرة لا عقلانية تخص هذا الموضوع أنه يجب عقاب الناس الذين تصدر عنهم هذه السلوكيات، والبانشمنت هنا العقاب يجب أن يكون شديدا، يعني كل من قام بسلوك سيء أو شرير أو مجرم يجب أن يعاقب وبشدة. ويعني بالضد من هذه الفكرة، الفكرة العقلانية ترى أن السلوكيات الناس عندما تكون غير ملائمة ولا اجتماعية، فإما أن يكون هؤلاء الناس هم أغبياء مثلا، أو ربما جهلة، أو ربما لديهم اضطراب انفعالي. أكمل معكم في المحاضرة. هذه الأفكار